المزيد من المتابعة هاتفيا من تونس تنضم إلينا دكتور بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. دكتور بدرة بعد التحية، إذن ما الأجواء في تونس بعد تقديم المترشحين لأوراقهم في الانتخابات الرئاسية؟ ربما مر 3 أيام ولديهم حتى 9 أغسطس، يعني ما الأجواء في الهيئة العليا وما الأجواء أيضا في المرشحين المتقدمين بأوراقهم؟ شكرا ميكي، صباح الخير، مرحبا بكم. يعني تقطقون على في تونس برشا بخانه وخانه السباق الانتخابي للرئاسيات. يعني الاجواء على اشدها، الكل يعني يسارع من اجل وضع ملفه في الهيئه العليا للانتخابات، والكل يعتقد انه يمكن ان يكون جدير في منصب رئاسة الجمهورية. هو حق شرعي طبيعي ويكفيني الدستور، لكن المشكلة أصبحت اليوم عندما نشاهد قائمة الأسماء والأسماء التي تعرض عن أنها ستدخل في هذا السباق. يعني أنا متأسفة جدا لهذا الوضع الذي أصبحنا عليه، يعني تجد من هب ودب يدخل في هذا السباق، وهي كأنها أصبحت عملية ممنهجة لتسييس يعني منصب رئاسة الجمهورية، لأنه بعد 2011 أصبح بحسب الدستور يعني الحالي أصبحت يعني هناك 3 رئاسات، يعني الكل يحكم ولا يحكم. يعني رئاسة الجمهورية التي لها محدودية التلفيات. طيب دكتور بدرة، فيما يخص الأحزاب السياسية، كان هناك ربما انتظار من جانب الأحزاب السياسية لتعلن عن مرشح، بعض الأحزاب السياسية طبعا لتعلن عن مرشح تدعمه، والبعض فسر هذا بمسألة تقديم الموعد الخاص بالانتخابات الرئاسية. ماذا عن هذه الأحزاب، وهل تم التوافق على مرشحين للرئاسة؟ أنت تقصدين يعني اجتماع الأمس في الحمامات، في مدينة الحمامات لمجلس شورى حركة الإخوان عن النهضة. هم طبيعي أنه كانوا ليست حركة النهضة فقط، ولكن عموما الأحزاب السياسية بشكل عام، هناك أحزاب يعني لم تتوافق على مرشح. هي المعنية الأكثر. نعم تفضلي. لا هي المعنية الأكثر بصراحة، لأن هي تقود المشهد اليوم في تونس. يعني الأحزاب الأخرى، كل حزب يقدم رئيسه للترشح، مثلا الحزب الحر السوري قدم السيدة عبير موتي اليوم في اجتماع كبير ومؤتمر كبير لحزب البديل، ويقدم السيد مهدي جمعة. يعني هو أمس كان الحدث عند كل التونسيين والصحافة حتى العالمية هي مجلس شورى النهضة، التي يعني البارحة أقرت أنها ستدعم يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق. هذا مش السابق، يعني هو الحالي إلى الآن يعني. لأن الحسابات تلخبطت. نرجع إلى ثلثيات رئاسة الجمهورية، هي ثلثيات محدودة، هي ثلثيات يعني دائما مرتبطة بمجلس النواب وبرئاسة الحكومة، لهذا كانت لم تكن كثيرا في الحسابات. إنما لو دخل اليوم يعني وتغيرت كل هذه المعطيات لتصبح يعني الرئاسية قبل التشريعية، لهذا الكثير من الأحزاب أعادت صياغة يعني مقترحاتها. يوسف الشاهد اليوم هو مدعوم من النهضة علنا ويعلن ترشحه. الكثير من الأحزاب أعلنت ترشح رؤسائها، حتى الأحزاب اللي ما عندهاش يعني عندها ليست لها رصيد شعبي أعلنت عن ترشيحها رؤسائها. طيب أخيرا دكتور بدرة، أخيرا ماذا عن استجابة التونسيين لدعم حركة النهضة ليوسف الشاهد؟ يعني احنا في شقين، الشق التابع والتابع يعني القطيع التابع لحركة النهضة سيدعم بطبيعة الحال من ترشحه حركته. والشق الأكبر يعني في تونس من يرشحه النهضة فهو ضده. ونعرف أن ثم في السباق اليوم ولم يعلن بعد ترشحه هو السيد وزير الدفاع. السيد وزير الدفاع، هناك مناشدات، هناك الكثير من الصحصحات كان على ترشيحه وتناشده من اجل الترشح، وتريد ان يكون في السباق. ولو دخل السباق ودخل الى الانتخابات ربما سيكون له الغلبه. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه.